دائرة التمثيليات تقدم تمثيلية السهرة. يساعد في الإخراج مروان خربطلي، المخرج المنفذ فؤاد علي. تمثيلية السهرة. الإخراج سناء حمود. شروق. التأليف أحمد نعمان. القعدة مو حلوة بلا أم حسن؟ لك إيه والله، إيه والله مو حلوة القعدة بلاها. لك وين هالدرسانة هي؟ صار لها كم يوم مو مبينة؟ أبصر وين غاطة، بتكون عند بنتها سعاد بالزبداني. آه يا سلام على الزبداني، وهو الزبداني اللي بيرد الروح. إيه بهالبرد؟ إيه لا والله بالشتاء مو حلوة، بالصيف على عيني، أما بالشتاء مو خرج. بالعكس أنت التانية، هلأ التلجات هنيك غير شكل، حلو اللعب بالتلج، لا تقليلي مصطفى، اللعب حلو بالتلج للصغار، للشباب، مو إلنا، خلي الطابق مستور. ياه السلام عليكم. أهلين وسهلين أبو هيثم، وينك لهلأ يا زلمة؟ بردت القهوة؟ بسيطة منسخنها. يلا لقوم سخنها. أنا أنت عود واستريح، قلي شو الأخبار؟ ما في شي، مثل كل يوم، تعودنا على هالأسطوانة. ما بطلوا؟ ما تربوا من المرة الماضية؟ قول لك أخي، مين قال لك رح يتربوا؟ هدول ناس خدمتشية، روح روح، تعا تعا، يعني شغلتهم بس ينفذوا أوامر يلي مشغلون ويقبضوا بس. آخ آخ يا بلد، آخ آخ يا بلد، ما خربوها وقعدوا على تلتها، ليش ضل بلد؟ أبو عمر، ما في شجرة وصلت لربها، أنت تطول بالك، رب العالمين بيقول في القرآن الكريم: لا إله إلا الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. شو ما عم بترد؟ عم يرن بس ما له عم ترد، مدري ليش. إيه والله شغلت لي بالي. معقول تكون نايمة؟ إيه مو عادتها؟ أبصر الغايب عذره معه. شربي قهوتك، شربي. ها ليك اتصلت. ألو، لك وينك يا منظومة؟ يبعت ليك الهنا، وين غاطة؟ لا والله قاعدين عم نشرب قهوة أنا وأم مصطفى وذكرناكي. إيه والله ما لا حلوة بلاكي. إلك وحشة يا درساني، قليلي شلون الزبداني؟ شلون الجو عندك؟ مو بالزبداني؟ لكان وين انت؟ ها مشوار؟ ولوين هالمشوار؟ علي انا؟ ام حسن قوليلي، وحياتك ما بجيب سيره، في عريس بالنص؟ ها ها
اي طيب خلاص خلاص، عم نستناك يا حفيظة. خلاص خلاص يلا ماشي يلا معك. شو وينها؟ ما حكيت وين، بس مو بالزبداني، قالت مشوار، بس وين الله أعلم. ستي بكرة بتجي، يلا اشربي قهوتك اشربي. مطولين يا أخي؟ لا أختي، ليكنا وصلنا شي كيلومتر بس، عدم المؤاخذة يا أختي. مين إلك هون؟ والله ابني صار لي 3 أشهر ما شفته يا أخي. أخذوا احتياط وحفيت حتى عرفت إنه هون، جيت لشوفه. إيه الله يفرج يا أختي الله يفرج. كلنا بالهوا سوا. إيه والله والله، وأنا كمان ابني بدرعة كمان احتياط السنية. وصار له 4 سنين. الله يفرج على الجميع. آمين يا رب. الله يفرج على الجميع. قلتك بتفقوا أبو عمار؟ شلون شايف الوضع؟ عبس عبس يا أبو هيثم، لك طالما في إيدين غريبة عم تلعب ما رح يتفقوا، وهدول الجماعة قرارهم مو بإيدهم. بعدين اللي بياكل من خبز السلطان بده يضرب بسيفه، مفهوم يا أبو هيثم مفهوم. هس هس عباي عباي. الله لا كان جاب الغلا. السلام عليكم. أهلين. شلون عم يا أبو عمار؟ أهلين شرف. ناولني باكيتين دخان وشي نص كيلو سكر وعلبة مرتديلا. دخان فيه تكرم، بس سكر ومرتديلا ما عندي، خلصوا والله. بعرف. تعرف؟ لكن ليش عم تسأل؟ أعطيني إذنك شوي. في كرتونتين مرتديلا زايدين عندي، إلك مصلحة فيهم وبكرمك بسعرهم، لسه معهم صلاحية شهر. خارج؟ يفتح الله عمي، ما خارج. يا أبو عمر أنا قصدي نفعك، أحسن ما يروحوا لغيرك. ها؟ سبق وقلت لك ما ببيع عندي بالدكان مساعدات، لك هي اسمها مساعدات للناس المساكين الفقراء. إيه إيه إيه، وطي صوتك شبك، ضروري تفتحنا، خلاص فهمنا. سلام سلام. درب يسد ما يرد، درب الأخذ ما يجيب. يا أبو عمر أول بالك عليه بهداوي. لك انت اكتر واحد بتعرفه لهالواطي، لك طول عمره اندبوري بيسوى فرنك، وهلا صار وتصور، صار يركب لي احدى السيارات ورخالي دقنه وصار شيخ وعم يهدي الناس. اخ اخ، بعدين فرصة صحت له لك عمي فرصة. هلا بدك تعرفني عليه؟ كان يدور بالحارة من واحد لواحد يشحط السيجارة، صار عم يلعب بالملايين. له كمان معه سلاح. بلا مستحى منك حمي، سلاح بإيد هيك ناس بيجرع. ايه يا اختي، ليكنا وصلنا هون باب المعسكر، وقفي مع هالعالم واطلبي لابنك بيطلع لعندك، وان شاء الله بتشوفيه بخير. ما بتستناني يا اخي؟ والله يا اختي وراي طلبات، وانت يعني ما بعرف ايمت بتخلصي زيارتك، يمكن تطولي، وما بدي مرق عليك الوقت، وانا ما بدي انصب عليك، والوقت يا اختي حقه مصاري. ستي فيك تنزلي ما حيلا اي حدا نازل على حمص، هون في سيارات وتكاسي بتنزلي معهم اذا بتريدي. ايه كتر خيرك يا اخي، الله يرزقك ويهون لك. الله معك يا اختي الله معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أبو سلطان، طمني كيف الشغل؟ الحمد لله منيح شيخنا،
اليوم صرفنا 10 كراتين. ها شرفوا. وهي الغلة. الله يعطيك العافية. ماشي الحال. لازم نفضي المستودع يا أبو سلطان. جاي دفعة مساعدات جديدة. إيه براسي براسي شيخنا. بس والله يا شيخنا عم أعمل جهدي ها. بس في ناس ما عم ترضى تاخد. وعم يلمحوا بكلام إنه. إنه شو؟ مين عم يلمح؟ لازم نشرح لهم إنه نحن عنا مصاريف. تمن سلاح وزخيرة مشان ندافع عنهم. عنا رواتب ومستلزمات. بعرف بعرف شيخنا والله بعرف. والله يبارك فيكم. بس ما بدنا نشرح لكل واحد وندخل بعدين بسين وجيم. يعني هيك أحسن برأيي. بس هذا أبو عمر اللي بالساحة سيدنا بده فركة أذن بمعيتكم. ها قلت لي أبو عمر؟ اي نعم. لا لا ترك لي يا أنا بشوفه بعد صلاة العشاء وبفهمه بطريقتي. ما بدنا شوشرة بالساحة؟ بأمرك مولانا. حاضر. يا مو يا مو يا حبيب امك انت يا روح قلبي يا روح قلبي يا عيوني. الحمد لله على سلامتك يا مو. شلون قدرتي تصلي لهون؟ بعدين ليش عذبتي حالك؟ الله يصلحك. ما قلت لك لا تجي. اشتقت لك يا حبيبي اشتقت لك كثير ما قدرت اصبر. قولي لي مين يلي جابك؟ مين اللي دلك لهون؟ لا تخاف على امك يلي بيسال ما بتوه. اكبر قلبي. طمنيني عنك يا مو كيفك وكيف اخواتي؟ ان شاء الله الكل بخير. كلهم بيسلموا عليك. اصحى تخبر حدا اني جيت لهون. ها هدول صغار يامو وما بيفهموا وبخاف يطلعوا ويحكوا هون ولا هون. من مكتبة الإذاعة السورية. أنا فهمت الكل اني طالعة لعند اختك عزبداني. فهمت يامو؟ ايه لك فهمت يامو فهمت ولا يهمك. المهم هلا طمنيني عن الحارة وعن أهل الحارة. آخ يا ابني أب والله حالة العالم اللي جوا بتأسي. شو بدي اقول لك غلا وخوف. يا لله لك ابني. المهم هلأ طمني عنك انت ان شاء الله منيح. انت مرتاح عم تاكل منيح؟ لحظة تقبر قلبي. جبت لك معي الاكل اللي بتحبه. كبة لبنية. تقبرني ايه كبة لبنية. سويتها قولت مبارح وكلهم ذكروك على السفرة. انت بالليل سكبت لك ياهن وخبيتهم. لك الله يخلي لي اياكي يا احلى ام بالعالم. والله من زمان ما دقت طبخك. صحة وعافية. شبك يا رجال صافين؟ مالك على بعضها؟ خليها على الله يا بنت الحلال. سلامتك من الآه. خير شو في؟ الوضع بالبلد كله مكركب. ما بيسر لا عدو ولا صديق. لا والأنكة من هيك بيجوا هالزعران هدول بيزودوها عليكي. ها عرفنا السبب. مين هالمرة؟ هذا البطيخ أبو سلطان عمل لي فيها شيخ وتقوى وراخي لي دقنه مثل مقشت أبو نادر الله يرحمه. الله يرحمه. لك وداير عم يبيع المساعدات. لك يبعت لهم هالك إلهي. إمتى الله بده يخلصنا منهم؟ ابن الحرام فات علي باب لخم وبده يبيعني مرتديل لقربت تخلص مدتها. شو إنه حقير. صبي شاي تأخرت على أبو هيثم. طيب كمان يبعث لهم حمى إن شاء الله. ما بيكفي عم يسرقوها وكمان عم يبيعوها وخالصة مدتها. الله يخلصنا منهم على أهون سبب. آمين آمين. خود تقبرني خود شراب شاي وعوق لي دمك ولا تهز بدنك. تقبر قلبي إن شاء الله. يسلموا يديكي. الله يسلم ايديك يا مو. كتير كتير طيبين. صحة وهنا تقبرني. اي يا مو شو بدي اقولك. قربت تخلص الزيارة. امسكي هدول بيسندوكي بهالأزمة. انا قبضوني رواتب 3 شهور. هدول زيادة. انا خليت معي مصروف لحالي. لا تقبرني لا خليهم معك بيلزموك. نحن مدبرين حالنا. راتب أبوك الله يرحمه وأخوك معتز الله يرضى عليه عم يشتغل وماشي الحال.
لا لا يا مو، الله يخلي لي اياك خديهم مني. انا هون ما عندي مصروف، عم اكل واشرب وخليت معي لعبي وحدات، اموري كتير تمام. ايه امي، طيب قبل ما امشي شو بدي وصيك؟ تقبر قلبي، اصحك حدا من هالزعران يتصل فيك ويلعب بعقلك ويغريك ويقلك انشأ او تعم نعطيك كذا وكذا. دير بالك يا مو، اوعك اوعك، برضاي عليك وبرحمة ابوك عم حلفك. امي عم نشوفهم كل يوم يلي راحوا الطريق الغلط، اتحولوا لحرامية وسرسرية وتجار، وعم بيتاجروا بدم الناس يلي ما بيعرفوا الله. لا يا مو، لك لا، انا ابنك حسن، انت يلي ربيتيني، انت وابي الله يرحمه، اكلت وشربت من خيرات هالبلد وتعلمت بمدارسها وجامعتها، مستحيل فكر اني خون. اعوذ بالله يا مو، شو عم تحكي انت؟ وحياه غلاوتك عندي ورحمه ابي، انا ما بخون لو اغروني بكنوز الدنيا. كوني مطمني يا مو. هلا طمنتني حبيب قلبي. يلا يلا يا مو، قوم تقبرني، قوم التحق برفقاتك، خليني انا اتيسر. ها يلا يا مو، الله معك، خاطرك ودعي لي. إلهي ومولاي يحفظك من كل شر وينصرك على كل مين يعاديك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله تقبل الله شيخنا. حرما إن شاء الله، حرما إن شاء الله. تقبل الله منا وكم صالح الأعمال. تقبل الله أبو عمر. تقبل الله شيخ. يلا عن إذنك. لا تروح يا أبو عمر، عاوزك. عاوزني إلي؟ خير، في شيء؟ إيه إيه، اطمن، في شيء. طمني عنك، وشلون شغلك؟ الحمد لله ماشي الحال، مستورة. شغلت بالي شيخ، احكي في شي. انت سيدي العارفين يا ابو عمر، وضعنا صعب ومسؤولياتنا كبيرة، واعتمادنا على الله ثم على اخواننا يلي ما عم يقصروا معنا ابدا بالدعم، بس عنا لازم يكون في احتياط لقدام، ما بتعرف شو بيصير، وكل شي عم نعمله هو كرمال نحميكن ونسهر على راحتكن ونريحكن من حكم الظلمة، ومطلوب منكن تدعمونا قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفهمكن كفاية يا أبو عمر؟ فهمت عليك، فهمت عليك. بارك الله فيك أخي أبو عمر، بارك الله فيك. يا أهلا وسهلا بإم حسن. شرفي، وهي قهوتك. حكيلي وين كنتي وليش هيك مشقرقة ووشك منور؟ شو في عريس بالموضوع؟ ايه والله، وأحلى عريس كمان يقبر قلبي إن شاء الله. شو؟ ايوة، وصار في لقاءات وين؟ من مكتبة الإذاعة السورية. وين؟ شرقي حمص بعشرين كيلو. الله يحمي يا رب. شو قصدك؟ مين؟ الحكي بسرك. ايه؟ رحت شفت حسن. بالله؟ إيه؟ عن جد؟ إيه والله خبرية حلوة. وشلونه؟ شلون صحته؟ طمنيني عنه. والله رحت وسألت ووصلت لعنده وطعميته كبة لبنية، وقعدت معه شي ساعتين وضليت راجعة. إن شاء الله صحة على قلبه. والله برافو عليك يا أم حسن، يا ريت أنا أقدر أطلع على الدير وشوف ابني، بس بتعرفي ما بقدر. يلا الحمد لله عم يطمني على التليفون، ووعدينه بإجازة الشهر الجاي. وين بدك تشوفي؟ مثل العادة بنزل على ركن الديل لعند بيت خالته وبشوفه هنيك. ها اجت أم مصطفى. يلا قايمة. لحظة شو؟ لحظة تعي لقلك. صحي تجيبي سيرة قدامها، حاكم هاي باجوقة كبير، الله يوفقك. أو هيك ها؟ أم حسان معقولة توصيني سر كبير؟ ايه ايه ايه. يلا أهلا وسهلا يا ميت. أهلا وسهلا. شو وينها هالدرسانة؟ وينها؟ جيتي؟ الله لك كان جاب الغلا. ولك وينك؟ وين غطى؟ أهلين أهلين، تقبريني أم مصطفى. أهلين. يعني وين بدي كون؟ عند بنتي سعاد بالزبداني. إيه والله إلك وحشة،
القعده بلاكي مو حلوه بنوب. تسلمي لي يا ام مصطفى ان شاء الله. طب يلا نشرب القهوه يا جماعه. شبنا وين حصتي؟ خير خير، في شيء؟ هذا الواطي كبراني عبايته. مين؟ المأزي أبو صدفة؟ في غيره ليش؟ إيه أبو بطيخ رايح مشتكي علي عند المسؤول تبعه. وقفني اليوم بالجامعة وسمعني كلمتين هزولي بدني. على شرفه هالواطي. أخي كلهم عصابة وحدة، وأنا إذا أخذت منهم بكون شريك معهم، وأنا ما بدي إياهن ولا بدي أشتري منهن. لك مستعد سكر الدكان وما أشتري منهن بنوب. طول بالك أخي أبو عمر. خلي لشوف شو لعمل هلا. بكرة بده يجي وباروته معه. شو بدنا نقول له؟ قل له ما بدنا نشتري وخلصنا. قلنا لك باروته معه. لك طز فيه وباروته. شو يعني؟ شو بده يعمل؟ بده يقوصنا؟ ما بدنا نشتري وخلص. ماما وفاء روحي افتحي الباب شوفي مين. حاضر ماما. السلام عليكم. كيفك خالي؟ ما شاء الله حولك وحواليك صلاة النبي أحسن. وين أمي؟ جوا. مين يا وفاء؟ أنا السلام عليكم. شلونك أم حسن؟ إن شاء الله منيحة. أهلا وسهلا. مين حضرتك؟ أنا قاصدتك لخير. تفضلي اختي، تفضلي ارتاحي، روحي ساوي لنا قهوه يا بنتي. حاضر. يمكن فهمتيني غلط، انا قصدتك بشغلي فيها خير. تفضلي. اسيادنا بالهيئه الشرعيه كلفوني اخطب للمجاهدين اللي عنا. ايوه. وبتعرفي تركوا بلادهم وناصرونا. وسمعت انه عندي بنت اسم الله حولها وحواليها. قديش عمرها البركه؟ عمرها 11 سنة. عز الطلب. إن شاء الله ما بتكوني إلا رضياني أنت وياها. أيوة. شلون يعني؟ هدول عم يدفعوا بالدولار، وكل ما كانت البنت صغيرة سعرها أغلى، قصدي مهرها أعلى. لا ستي لا، ما غلطتي. قولي سعرها، ما كله صار بينباع بالدولار كمان. والله يا أختي ما في لكم نصيب عنا من الآخر يعني. أوف 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 أوف، طولي بالي، الشغلة أخذ عطا. قلت لك من الآخر وما في نصيب. القهوة يا مو؟ ما في قهوة، نلعي لجوا. وانتي الله معك من غير ما ترود. وهذا اللي صار، قلعتها من البيت. لكن عم شو هاد؟ شو هاد يا جماعة؟ معقولة؟ ما ضل في حياة، ما ضل في رحمة. خلاص طولي بالك، طولي بالك أم حسن، ربك بيدبرها. وفا لك، يخرب بيته يخرب بيته، لساته عم تلعب بالحارة مع الولاد. شايفة بالله؟ هلأ شو بدنا بالحكي؟ هي البنت لازم تطلع من الحارة. لوين وكيف؟ دخيلك يا أم عمر، إيدي بزنارك. ولا يهمك أم حسن، اليوم أنا بشوف أبو عمر المساء ومنطالعة برات الحارة، وأنتي بتاخديه تقعد عند أختها بالزبداني لبينما الله يخلصنا منهم. إيه والله والله بخنقة وما بعطيهم ياها لهالخنازير. قال مجاهدين، قال لك تفوه. وكلي الله أم عمر، البنت شو زنبة؟ من لاقي لها حل خلص. أبو عمر إله معارف على الحاجز ومنطالعة، اتركي الموضوع عليه. يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا. وعليكم السلام والإكرام. شرف سيدنا. هاي الغلة، فضينا المستودعات كلها، ما خلينا شي من البضاعة، كله مشي. الله يعطيك العافية، أجرك عند الله عظيم.
بكرة أو بعد بكرة جاي سيارة مساعدات جديدة، بدي همتكن. بأمرك مولانا، نحن دائما جاهزين. خود هدول يا أبو سلطان، هدول إلك. سيدنا أنتم مفضلين، ما في داعي. سكون حقك عمي، حقك. أنت عم تتعب معنا. أستغفر الله، أستغفر الله. الله يخليناك، جزاك الله خيرا سيدنا. وهدول وزعون على الشباب اللي معك بمعرفتك، كمان حقهم عم يتعبوا، بس بدي همتكن. ها حاضر يا سيدنا، حاضر لعيونك. لعنا شو هالحكي؟ ايه والله يا رجال، والمخلوقة اجت لعندي وما لها عرفانة شو بدها تعمل. من طالع على برات الحاجز، واما بتاخدها لعند اختها الزبداني. ايه شو عليه، براسي انا بطالعها. بكرة بشوف ابو سعيد امتى بتكون نوبته على الحاجز ومن مرقها مثل ما مرقنا بناتنا. ايه بتعمل منيح، وعملت منيح انك هربت البنات، ولا كانوا شرفوا لعنا. فشروا والله، بفجر حالي انا وياهن وما خليهن يمسوا شعره من شعر بناتي. لك هدول عرضي وشرفي، وما بفرط فيه لو راحت روحي. الله يخلينا ياك يا ابو عمر، بس بدنا نعجل بموضوع البنت، لا يقوموا يعملوا لهم شي كاينه هدول. ولا يهمك، هلا رايح لعند ابو سعيد، وبكره بتكون البنت برا. الله يجزيك الخير ويخلينا ياك يا ابو عمر. ناولين جاكيتي، ناولين. ايه على راسي. يلا كيفك عمي ابو سعيد؟ شو عم تنظف البارودة؟ أهلين عمي أبو عمر. إيه والله عم نظف البارودة. يعطيك العافية. الله يعافيك. بيني وبينك قصدك بخدمة بسيطة. تكرم عيونك عمي أبو عمر، رقبتي سدادة. إمتى نوبتك؟ بكرة على الحاجز بدي طالع بنت من بناتنا لبرا، بيظهر في كلب من هالكلاب حاططها براسه. من مكتبة الإذاعة السورية. قل لي لشوف، خرج ولا لا؟ لا عيونك عمي، ولا يهمك. بس مين البنت؟ مو ضروري عمي، مو ضروري. الله يستر على أعراضنا. اسمع أبو سعيد، بكرة الساعة واحدة بطلع أنا وأم عمر والبنت معنا. مشي؟ مشي، على عيني عمي. فضلت عمي، ما رح أنسى لك ياها بعمري. لا يا عمي أبو عمر، لا، أنت طول عمرك مفضل علينا، والله يجزيك الخير. وبرجع بقلك رقبتي سدادة. لك الحمد لله، لسه في خير بولاد البلد. ماما الله يوفقك، ليش عم تبكي؟ ما في شي ماما، ما في شي. نامي نامي. مشان الله يا ماما لا تبكي، خلاص بكرة بتخلص الحرب وبيرجع أخي حسن وبنرجع مثل ما كنا. إن شاء الله يا مو، إن شاء الله. نامي حبيبتي. ماما مين هي اللي إجت لعنا؟ وليش عصبتي عليها وقلعتي من البيت؟ يعني ما أنا منيحة؟ يا مو إيه، ما أنا منيحة، قلت لك خلاص نامي. يا رب يا لطيف يا سميع يا مجيب، تستر علينا ولا تفضحنا، وأنت أرحم الراحمين. مساء الخير. مساء النور. شو طمني مشي الحال؟ طمني الحمد لله مشي الحال،
بكرة من الصبح بتروحي لعند أم حسن وبتخليها تسبقنا وبتستنانا بعد الحاجز بشي 200 متر يعني قبل حاجز الجيش، وبتستلم بنتها وبتطلع، ومتى ما صارت على حاجز الجيش معناتها صارت بأمان إن شاء الله. الله يجبر بخاطرك ويستر على بناتنا. لك آه الحمد لله، الحمد لله أنه لسه بهالبلد في ناس عندهم نخوة وشهامة وبيخافوا على أعراضهم. إذا خليت بليت يا رجال الله يفرج علينا يا حق. آمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو شمستك عالية؟ وينك لهلا يا باشا؟ وين بدي كون يعني؟ عم أمن أغراض الخالو. يعني بدك تقول عني خدمتشي. الله يعطيك العافية. منيح يلي إجيت. بدي أمن فيك بالدكان، عندي مشوار ضروري بعد شوي، شغلة بسيطة بقضيها وبرجع لعندك. كمان أنت مثلي خدمتشي. هيك شي. الله عليك يا أبو هيثم، الله عليك. شو جاهزين؟ يلا يلا دقيقة لضب لها شوية أواعي، حاكم فوق بالزبداني برد كتير. اي والله ماما خليني هون، ما بدي روح لعند أختي. انتي خرسي ومن تم ساكت. ها مالي ناقصتك أنا، يلي فيني مكفيني. طيب ليش شو عملت؟ هيك لا تسألي بنوب ولا كلمة عم قلك. طولي بالك يا أم حسن، معليش تقبريني، كلها كم يوم وبترجعي لعند أخواتك، اعتبريها زيارة. أوف أيامو زيارة زيارة. وبس تهدى الأمور هون أنا براسي بروح وبرجعك معي، ماشي؟ طيب والله مبسوطة هون مع إخواتي. قلت لك خلص خلص ولا حرف. هلأ بتروحي مع خالتك أم عمر وعمك أبو عمر، وأنا بكون عم استناكي بعد الحاجز وبوصلك لعند أختك وبرجع، ولا كلمة ما بدي أسمع منك. سمعتي؟ أمرك يا أمو مثل ما بدك. يلا أم عمر يلا جاهزين. مسكي يا أمو هاي شنتايتك احمليها، مسكي خلصيني. بس لو بدها اخواتي. روحي هلا ما في معنا وقت. يلا ام عمر يلا 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 خذيها. يلا بالسلام. يلا امشي تاخرنا. يلا تقبريني. يلا الله معكم. اخ الهي ومولاي يستر على ولاياك يا ابو عمر، مثل ما سترت على بنتي. يلا يلا فوت ابو عمر. جاهزين؟ ايه جاهزين عم نستناك. شرفي عمو شرفي، الله يرضى عليكي، ما بدي ولا كلمه على الحاجز، صار ما صار انت بنتي وانا ابوكي. مين ابوكي؟ ابو عمر وبس. سمعاني؟ ماشي يلا شرفوا قدامي. خليكن وراي. ليكو أبو سعيد على الحاجز. السلام عليكم، شلونك أبو سعيد؟ أهلين عمي أبو عمر، شو لوين يا مهوين؟ والله نازل على الشام على المشفى ومعي العيال. طيب طيب الله يهولك عمي، شرف. روحوا قدامي، روحوا أم عمر. أيه يلا 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 يا مو امشي. شو يا أبو عمر شلونك حبيبنا؟ أهلين أهلين أبو السلطان. شايفك هون، لوين يا مهوين؟ أي والله نازل على المشفى. إيه؟ مهوني خليني اشوفك بكره. ها لك عندي رزقه منيحه وهالمره تازه. شو عليه شو عليه، بيصير خير، بكره بشوفك. يلا مستعجل هلا. السلام عليكم. اهلين مع السلامه. لك تضرب من بين الزلم. لا 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 يا ابو سلطان، ابو عمر ما في منه، زقرت ومعدل، عن جد مالك حق. دوك طول عمره بيزلني بيبهدلني، إجا الوقت لأني زله وعرفه قيمته. والله
والله لطالع الخمير والفطير منه ومن كل أهل البلد. لا يا أبو سلطان، هدول بيضلوا أهل البلد. لك بلا أهل بلدي بلا بطيخ، لك يا ما زلوني يا ما، والله والله لأنتقم منهم واحد واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. خفوها شوي، خفوها شوي، وصلنا. لك لك أم حسن، أم حسن، أم حسن. إيه إيه أبو عمر، الله يستر على ولاياك، الله لا يحرمنا منك يا أصيل. واجبنا أختي أم حسن، واجبنا. استلمي بنتك بوشك على الزبداني وما بترجعيها لترجع الأمور مثل الأول ونخلص من هالزعران. إيه امشي بنتي، امشي امشي، يلا السلام عليكم. السلام يا حسن، الله يحميكم إلهي. أم عمار، امشي معي لقلك شوي، خلينا نقطع وقت لأني ما بدي أشوف هالواطي عند الحاجز وأنا راجع. إيه ماشي يلا. أخ الرجعة قريبة، شو خلصت شغلك مع ست الحسن؟ اي والله خلصت سيدي. شلونك انت، في شي جديد؟ ايه في حركة مو طبيعية منوب بالبلد، مرقوا الشباب وقال في اجتماع بالجامع الساعة 5 قبل صلاة المغرب. ابصر شو في. لك سيدي انا بقلك شو في، في تهريبة جديدة واكيد بدهم يهربوا المساعدات. حاكم شفته لهالواطي قبل شوي. مين؟ المأزي أبو سلطان؟ اي نعم، في غيره أبو بطيخ، ولمح لي إنه في رزقة إلي وقال شو تازة كمان، يعني مو خالصة مدتها، قال عم يتفصحن يعني يضرب ما أغلظه. هي هي هلا فهمت، عم يلعبوا فينا مثل الطابة. بس لأيمتى؟ لأيمتى؟ الله يخلصنا منهم على أهون سبب. لك ماني عرفان شو مستني الجيش لحتى يفوت ويمحيهم محي. صص شو نسيان انت وين؟ يا سيدي ماني نسيان، بس والله قرفونا عيشتنا وما عادت فرقة معي، وما حدا بيموت وهو ناقص عمره. خلصني بقى أبو هيسام، خلصني. أبو عمار هدي هدي شبنا، أنا قايم عامل شاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم وانزاح عن صدري. الله يوفقك يا أبو عمر ويسترك مثل ما سترت علينا. إيه وكلي الله أم حسن، الناس لبعضها. إيه ليلي شلون سعاد ولادها؟ إيه والله اشتقنا لها. شو صار عند أولاد؟ ما شاء الله عليها، صاروا أربعة وحامل بالخامس. ما شاء الله ما شاء الله، لحو يصيروا خمسة. ايوه جاية. يا ميت أهلا وسهلا بأم مصطفى، تعرفي بنت حلال هلأ كنا بذكرك. تفضل ماما، شو أخبارك؟ والله مشتاقت لك. أم حسن هون، شلونك؟ أهلي. وينك يا بنت الحلال؟ مرقت لعندك ما لقيتك. والله كنت عند سعاد بالزبداني. اسمعوا، خبر عاجل. خير؟ والحاضر يلم الغايب. خير إن شاء الله. شو في؟ مبارح نزلوا 5 سيارات مساعدات. ايه؟ وكالعادة أخدوها على المستودعات ونزلوها. والرجال كانوا بالجامع ومثل العادة نتعاون خطبة عن العفة والطهارة. قالوا شو؟ ضروري نجوز بناتنا للمجاهدين اللي أجوا يناصرونا من آخر الدنيا. ايوه. بعت لهم حمى. ديري بالك أم حسن، ديري بالك على بنتك، صارت تحت الأنظار. ها ايه لا توصي حريص حبيبتي، صارت بالزبداني. دخليك ما يروح الشيخ يجيب بناته يلي هربهم على تركيا ويجوزهم للمجاهدين، يضرب من بين المشايخ. ايه والله بناتنا مو للبيع. تقبريني الحمد لله بنتي هلا صارت بالزبداني. ايه برافو عليك، عملتي خير. بس مو هون الخبر العاجل، لسه ما خلص الخبر. شو؟ خلصينا بقى وانطقي هالجوهرة. شو الخبر؟ بكرة قرروا نطلع مظاهرة ضد المسلحين. كل العالم رح تطلع؟
اي كل العالم، بس النسوان رح يكونوا بالمقدمة ويهتفوا ضد المسلحين. شو رأيكم تطلعوا؟ أنا من جهتي سجليني بأول القائمة، وأنا اليوم بشاور أبو عمر وأكيد ما رح يقلي لا. حاكم قلبه مليان منهم. أصبح لحتى روح كمل شغلي وخبر نسوان الحارة كلهم بكرة المظاهرة حامية. ها؟ وأنا رح أهتف وعلي صوتي وإنتوا بتردوا وراي. ها؟ دخلك أنت حافظة هتافة؟ أي شو الشغلة؟ اختراع صاروخ. خلاص هنن كلمتين. الشعب يريد خروج الإرهاب، وشو الله بيلهمني إنتوا بتردوا وراي؟ لعيونك أم حسن، لعيونك. كلنا رح نرد وراكي. يلا عن إذنكم بدي كمل شغلي. باي. يلا الله معك. الله معي حبيبتي. هاتي لي البيجامة معمار. هلأ قبل البيجامة، شو رأيك اطلع بالمظاهرة ولا ما اطلع؟ طبعا تطلعي مثلك مثل كل هالنسوان. هاتي لي البيجامة وخلصيني. تكرم عينك، بس قلي انت طالع؟ طبعا طالع، وبالصف الاول رح تلاقيني لنشوف يا نحنا يا هنن هالولاد الحرام. يلا رايح اجيب لك البيجامة. أهلين أخي أبو عمر، إلك بعرف عندي خبر، رح أطلع معك بالمظاهرة، وكمان أم هيثم طالعة. أخي لا تأكل هم. شو؟ إلك نلتقى على باب الدكان. بأمرك يا سيدنا. سلام عليكم. شو بدي اعمل يا عمي ابو عمر؟ والله مالي خاطر بهالشغله، بس الظروف اجبرت. لك ابني الاصيل بيضل اصيل، والندل بيضل ندل طول عمره. الشعب يريد خروج الارهاب، الشعب يريد خروج الارهاب، الشعب حريه 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 حريه. شروق، التأليف أحمد نعمان. تمثيلية السهرة. يساعد في الإخراج مروان خربطلي،
المخرج المنفذ فؤاد علي. تمثيلية السهرة. الإخراج سناء حمود.